انطلقت تحت الرعاية الملكية السامية الدورة 12 لمعرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة سوفكس 2018 في الفترة من 7 إلى 10 من أيار، وحيث بدأت فعالية سوفكس بمؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط تحت عنوان الحرب الهجينة في المنطقة الرمادية الدولية بيئة العمليات المتغيرة، والذي ناقش فيه قادة وخبراء ومختصون عسكريون من حوالي 62 دولة. ناقشوا كل ما يتعلق بالقضايا الأمنية العالمية المعاصرة ودور التكنولوجيا وفي تحريكها. 750 شخص كانوا موجودين من رؤساء أركان وزراء دفاع، قادة عمليات، قادة أسلحة جو وقادة بحرية. حوالي 62 دولة موجودة عنا بالنسبة للمؤتمر والمعرض، 61 دولة من اليوم الصبح صاروا 62 لأنه أكدوا علينا الجماعة، 22 داعم من العالم كله جونا كمان من شركات الدفاع والشركات الثانية، 36 دولة باعتين من العارضين بعدوا 352 عارض. المؤتمر ومعرض سوفكس لعام 2018 هو مميز من حيث المشاركة ومن حيث الأعداد اللي موجودة فيه. طبعاً الموضوع اللي تم طرحه السنة يتناسب مع البيئة الإقليمية والاستراتيجية اللي موجودة، حيث تم طرح موضوع الحرب الهجينة في بيئة العمليات المتغيرة أو البيئة الرمادية أو الضبابية. جلسات العمل اللي نظمناهن في المؤتمر راعينا فيها أن قادة القوات الخاصة من ضمن المناطق، من إخواننا من مصر، من الإمارات، يعطوا وجهة النظر، ومن العراق اللي هي موجود وجهة النظر اللي فيها، واستخدمنا كمان من الدول الأوروبية اللي هو القوات الخاصة الفرنسيين وحتى الأستراليين، حتى يكون في دمج ما بين ما بتواجه المنطقة والتعاون المستقبلي، لأن القوات الخاصة عبارة عن شبكات تعاون في تنفيذ أعمال مشتركة أو التحالفات الإقليمية أو حتى على مستوى العالمية في المعارض والمؤتمرات المتخصصة في